بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا تحية للجماهير الطنجاوية داخل الأرض الوطن وخارج أرض الوطن، تحية للساكنة الطنجاوية. اليوم بغيت نزيد نوضح بعض الأمور، ماشي بعض الأمور، نقدر نوضح كل شيء، خصني نوضح. أنا بزاف الحاجات خصهم يتوضحوا بالنسبة للفريق ديال اتحاد طنجة، باش نوقفوا ديك قلو القلب بزاف ونوضحوا الامور بزاف للناس الساكنه. راه كاين بزاف ديال الاغلاط اللي ما الواحد ما كيتقبلهمش. هنا عيد صبر، عيد ساكت، ودابا خصنا بنادم خصو يعرف الحقيقه شنو هي ويعرف. انا مستعد لاي سؤال كيف ما بغى يكون النوع ديالو. ما كنقول اي سؤال، يعني في جميع المجالات اللي كتتعلق في كره القدم ديال اتحاد طنجة من نهار شباط الفريق الى يومنا هذا، وكنتحمل جميع المسؤوليات على هادشي اللي كنقول. نبداو من الاول، انا الفريق ملي شبرتو انا ما جيتش وعملت الازمه من الفريق، انا جيت لقيت كاين الازمه وجيت نحل الازمه. وانا الفريق اتحاد طنجة انا باش جيت شبرتو كان عندي واحد الغيره على المدينه وغيره على الفريق اللي هو بقى شهرين او لا ما يفوق على شهرين انه بلا رئيس بلا مكتب لا والو. جيت انا شبرت هذا الفريق هذا وقلت فوت الجمال العام انه انا نقدر نتحالف مع الشيطان، نتحالف مع هذا. ديك الساعه رحبتوا بالفكره، من بعد بداو كيتاولوا تاويل انه هو السيد اللي غيتحالف مع الشيطان واش غتكون منه. المهم بزاف تاويل سمعنا، مع انه حنايا دخلنا بالنيه والاخلاص، وهادشي اللي كان المنتظر اللي عملناه العام اللي فات راه ما عملناهاش حنا واعرين او لما اللاعبيه كيطيروا، هذاك شيء الهي، شيء الله سبحانه وتعالى. ان يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، داك الشيء الله سبحانه وتعالى عطاه لنا. واخا بالنسبه للمداخيل، انا ملي دخلت اتحاد طنجه كانت عندنا زيرو درهم، عندنا ناقص 8 مليار كريدي، والدنيا كتسال، وكثر من 200 مليون في الليتيج، وباقي سيمانه ويتشدوا انتدابات، والابنك ديال طنجه كاملين ممنوع اتحاد طنجه تفتح فيها كون ديالها. شنو هو الحل في رايكم؟ انت دخلت تنقد واحد الفريق، شنو الحل في رايك؟ استشرت مع بعض الجهات المعنيه، قالوا لي عندك تقدر تشتغل في ظرف سيمانه. في ظرف سيمانه جبنا 12 ملاعبي، 11 ملاعبي ومدرب في ظرف سيمانه. هي غير ملاعبي واحد باش تتفاهم معاه، خاصك تضرب معاه شهر شهر ونص كتفاهم معاه. حنا جبنا 11 ملاعبي مدرب في سيمانه، ماشي حنا، انا كنت بوحدي كنكافح. حتى واحد ما بغى يدخل معايا للمكتب، حتى واحد ما بغى يدخل معايا للمكتب، ما نكذبوش على بعضنا، حتى واحد ما بغى يدخل هذا المكتب هذا، حتى واحد ما بغى يدخل اتحاد طنجة في المكتب، حتى واحد. عيش من رغب ونزاول. جمعت واحد مقدار الفلوس، انا جمعت وتا واحد ما عطاه لي، فهمتي؟ انا جمعت ديك مقدار الفلوس، جمعت واحد مقدار الفلوس، خلصت ليتيج، خلصنا الصاليرات ديال شهر 12، كان شهر 11 شهر 12 شهر 1. من بعد بدينا كنعملوا انتدابات، اللي كانوا الثمانات ديالهم ضئيله جدا. حنا متولين بدينا عاملين 30 مليون في شهر 12، مدرب مدينة معاه بشي 30 ولا 35 ولا 40 غير هيدا، يعني كانوا ثمانات ضئيله جدا. بحق فين مشاونا الفلوس حنا؟ حنا الفلوس فين مشاونا؟ حنا مشاونا الفلوس في البريمات وفي الصاليرات. حنا كنا كنعطيو بريمات خياليين، وداك اللي كيقول لك انه بريمات كانوا كيتعطاو من بعض الغيورين، هذوك بعض الغيورين كانوا كيزيدوا فوق بريمة ديالنا حنا. حنا كنعطيو بريمة اللي هي 30000 درهم او 20000 درهم، وهو هذوك كيجيو كيعطيو 30000 درهم اخرى. ما نغلطوش الراي العام، وانتم ما كتعرفوا الراي العام خصو يعرف انه مجوج ضمن نقاط 29 نقطه باش تصوفي. اسمع اشرف، ونعطيك انا 6 مليار وعمله، والله ما تعمله، والله ما تصدق لك وما قالتش النيه خالصه. دابا ولينا حنا في الاخر شفاره، مسؤوليه، محاسبه. حنا عندنا كلشي مسجل، انا كلشي في كتبه، كلشي الحمد لله مسجل، داكشي بالشيكات بالبنكه، المصاريف اللي دخلت، المصاريف اللي خرجت، كاين تقرير مالي، كاين كونطابل، عندنا كلشي معدل. ما كاين حتى شي حاجه حنا مخبين الراي العام او لا ساركين او لا شافرين، بالعكس حنا عندنا الزياده
جديده راه حنا حاطينها مرزق ولادنا لا العام اللي فات ولا هذا العام هذا. هادشي خصكم تعاونوه في بالكم تعرفوه. هاد الانسان هذا الراي العام خصو يعرف هادشي هذا انه حنا حاطين فلوس ولادنا فلوس رزقنا حاطينهم على الفرقه اللي انت اللي انت اصلا في الاخر نوتي انت حنا عاملينك عاملينك النداء على باش نعاونوا الفرقه وحاطين نميرو دو كونت ديالنا في البنك تما كتستهزئوا بينا كتعطيونا درهم كتصيفطوا لنا درهم ودرهم عملتها دورتموند اللي هي في اوروبا عملتها الرجاء العام اللي فات عملوها الناس عملت صينيه وجمعت فلوس عن طريق بنكه وجمعوا جوج مليار ونص العام اللي فات دورتموند فريق اوروبي هودنا عند الجماهير ديالو 8000 جمهور جمعوا 100 اورو 200 اورو جمعوا 160 مليون اورو فلورنتينو بيريز ملي كتحرف له في المسائل الماديه كيعاود عند المنخرطين ديالو اللي هما ديالنا حنا المنخرطين ديالنا اللي هما السوسيوس ديالنا كيجمع من عنده 800 مليون اورو كيجي فيكم مشكل حنايا باعب اللي فات الله صبرنا في فرقه جوج النقاط وحنا بدينا بالحفير ما جبرتوش ما تحفر دخلتوا المسائل الماليه واش كاين شي واحد غيسرق ناقص 100 مليار وعباد الله ما كتخشي في العقل هذه ما كتخشي في العقل ها كتاب هذا هو الكتاب هذا هذا فيه جميع الفلوس اللي خرجتو من الجيب ديالي ارقام خياليه انايا ها هما هنا اكثر من 500 مليون هنايا هاد الايام خرج واحد الفيديو واحد لاعب سابق ديال اتحاد طنجه كيقول شي كلام داكشي اللي قالو كامل ما كاين منه حتى شي حاجه وبيني وبين الله سبحانه وتعالى الا كنت كنكذب انا داكشي اللي قالو كامل ما كاين منه حتى حاجه هذاك واحد السيد تخلص جوج المرات تخلص من عندنا تخلص من الجامعه حنا طالبناه باش يرد ديك الفلوس اللي تخلصهم من عندنا ما بغاش يردهم هو تاخذنا معاه الاجراءات اللازمه ملي تاخذنا معاه الاجراءات اللازمه تم الاعتقال ديالو في المطار باش يقدروا يطلقوا هذا السيد هذا خصو يخلص ديك المبلغ اللي داه فعلا خلص ديك المبلغ بالحق حنا سمحنا له في الاخر وكاينين الناس قدامنا كيسمعوا انه كيطلب السماحه مني ومن الفريق ومن المدينه انه ديك الفلوس داهم وتم الارجاع ديالهم انا نكون مع هذا السيد هذا نحشم نخرج في شي فيديو او في اوديو نهضر انا نكون مع هذا السيد هذا نمشي نرحل من المدينه عندي شي الوجه اللي نقدر نشوف فيه هاد الناس نمشي في حالي من المدينه كيف يعقل انا واحد الفرقه ربطني كبرتني ونهضر بها راه ما خصنيش نزيد نبان في هذه المدينه هذه جمعنا حنا غنعملوه في اقرب وقت جمع العام اللي تاخر انه ما عملناش حنا الجمع العام انه دابا كاين جمعيه وكاين شركه نورمالمون هادشي ما خصنيش نكون مصرح به حقته ما خصكم تعرفوا انا نقول لكم كنا كنسيروا عن طريق الجمعيه حيت انا ملي دخلت جبرت هادشي هذا عمل هيدا وخصنا غير نفكو دغيان نوت كنخلص بالشيك ديالي بالجمعيه باش ما كان المهم كنفك شركه ما كيدخل لها حتى فرنك كيتراسها واحد السيد هذيك الشركه هذيك دابا خصنا ندوزو الحساب عن طريق ديالها مدير ديك الشركه ما بغيش يدوزو قالك انا ما ديوش عندي داك الحساب هذاك انا ما شفت والو ما ريت والو تفهمنا يعني ماشي انه حنا ملي كنقولوا انه ما قال ما شاف والو ما راه والو يعني ان حنا شفرنا اولا كيسرقنا لا بالعكس هو نورمالمون خصو يدوز داك الشيء عن طريق الشركه هادشي اللي كتوصي عليه الجامعه حق دابا حنا غنحاولوا نعملوا جمع العام وغنوضحوا هذا الشيء في الجمع العام وغنبينوا على انه الجمعيه دازوا فيها الفلوس غير في الجمعيه وغنتحاسبوا في ديك وغنتحاسبوا في ديك في ديك في ديك في ديك الجمع العام ان شاء الله راه غنتحاسبوا فيه غيكون حساب عسير حساب عسير غيكون في الجمع العام اي والله اوجدوا راسكم معايا اي والله لا عندكم شي حساب عاملكم في عقلكم غيجيبوه انا كنتسناه غيجيبوه انا كنتسنى اي حاجه بالنسبه لاعضاء المكتب اعضاء المكتب ما تسناوش منهم بزاف انا نقول لك اعضاء المكتب ما تسناش منهم بزاف حيت حنا ملي كنا يلاه كنا كنسيروا فرقه يلاه تقولنا كنسيروا فرقه تروح ما بغيت يدخل المكتب وتما هاتي كامل كتعرفها تروح ما بغيت يدخل المكتب اتحاد طنجه نوت انا مني راسي كنعمل اسماء اصدقاء ديالي وبعض السياسيين يعني هادو الناس ماشي كانوا هما كتسناو منهم انهم يجيو يعطيكم فلوس باش يعاونوا اتحاد طنجه كيهضروا على فين هو المكتب فين هو المكتب فين هو المكتب هادو الناس انا غير انا عملتهم حيت ما كاينش شكون يدخل المكتب ودابا باقي لحد الان كنقول لكم الا عندكم شي مكتب دابا جيبوه دابا نعملوه ولا عندكم شي رئيس دابا جيبوه لا انا ما تثبت لا برئاسه فريق لا والو انا اللي دخلني هذه الفرقه هو الغيره ديالي على المدينه ومي دخلت من الفرقه تفاجات بزاف الحاجات لقيتهم في وسط الفرقه لما كنت كنتوقع مرة لقيت بزاف الحاجات بلا هذا على الذكر انا دابا كنفتش على الرئيس انا دورت عند منعشين عقاريين هضرت مع بزاف الناس فاعلين اقتصاديين سافرت على برا نشوف انا كنفتش على شي رئيس يجي يترأس فرقة تحت وانا نعاونو ما كاينش مشكل
نعاونوا. انا خديت واحد الخبره في هذه المده الزمنيه اللي قصيره، خديت واحد التجربه نعاونوا بها. انا دخلنا بنيه صالحه نتعاونوا معاكم، نعاونوا الفريق، دخلنا نبكيو معاكم. واش عارفين انه في شهر 7 كان 2 مليار ونص ليتيج؟ واش عارفين ولا ما عارفينش؟ واش عارفين انه خلصنا؟ كان بنادم عنده التحدي معنا انه احنا ما نخلصوش ديك ليتيج. وبالاجتهاد ديالي، شوف كاين الناس كيهضروا على السيد الوالي وكيهضروا على بعض الغيورين. السيد الوالي راه ما كانش غير في العهد ديالي، كان حتى في العهد السابق، وبعض الغيورين كيهضروا عليهم هما ما كانوش غير في العهد ديالي، كانوا حتى في العهد السابق. بالحق هاد الناس هادو جاوا بالاجتهاد ديالي باش جاوا عاونونا. انا اجتهدت، جاوا عاونونا، عاونا السيد الوالي وعاونا ذوك بعض الغيورين هما عاونونا. وهذوك بعض الغيورين اللي جاوا عاونونا وحطوا مثلا ارقام كبيره اللي هي نعطي الضمانه ديالها، تهما ما سلموش من هضره الناس. هذا واقع، قسما بالله هذا واقع، كنقول لكم كنا محروق، هذا واقع. هذا حنا كنا كنقولوا غنخلصوا 2 مليار، كانوا كيضحكوا علينا. بحال اللي كنا كنقولوا بقاو في بريميرا كانوا كيضحكوا علينا، كنا كنقولوا غنخلصوا 2 مليار كانوا كيضحكوا علينا. ملي جبنا الفلوس وخلصنا 2 مليار قال لك لا تهدا، خصنا نعرفوا هاد الفلوس منين جاو، واش هيدا غنخدموا؟ دوك ينتقدونا علاش جبنا الفلوس. صافي دوز زيدنا، جابت الفلوس، حلت مشكل، ضحات، عطات ضمانات، عطات كذا هذا، صافي دوز. ارا نشوفوا شنو كاين من بعد. وقع مشكل دابا، وقعت ازمه ماليه، ارا نتعاونوا كاملين بينا. هذا الرئيس اللي عندنا ارا نلتحموا عليه ونلتحموا على المكتب. هذه المدينه ديالنا كاملين، ماشي ديالي بوحدي، هذه المدينه ديالنا كاملين. ارا نلتحموا على المدينه ديالنا، ارا نمشيو بها قدام، ارا نشوفوا شنو المشكل. قالوا رئيس شنو عندك مشكل؟ انا نعاون من هنا، انا عارف شي ناس يقدروا يعاونوا هنا. مشي شفتي شي ناس، انا نشوف هنا، غادي نشوف هنا ونتكتلوا كاملين بينا ونحلوا المشكل. ماشي تصيفط لي درهم في الكونت ضد اتحاد طنجة. هادشي راه عيب وعار مدينه طنجة صاحبي، هادشي انا حشم نقولوا بحق. انا ضرتوني انني نقولوا، خرجتوني للعالم انني نقولوا. انا عيت ساكت، عيت صابر، عيت ما عمل في قلبي، عيت ما كنبغيش الرد، عيت ما كنبغيش الرد، عيت ما كنبغيش الرد. شي اللي كيقولوه الطيوح صاحبي، داكشي اللي كيقول ما كيدخلش في العقل داكشي. شوف انا من نهار هذه الازمه في الفريق خلصنا 3 شهور الاخرانيه ديال السالير. دابا ما كنسيت 3 شهور، حط 3 شهور الاخرانيه خلصت انا وسيد الوالي وديك بعض الغيورين مالي خاص. بقاو 3 شهور السالير هادو الاخرانيين، انا تبلوكيت، ما عنديش من نجيب فينا فلوس، عييت ما ندق في البيبان. واحد ما بغى يعاون الفريق، شنو نقدر نعمل اكثر؟ عييت مندق. انا في شهر 7 قدمت الاستقاله ديالي، حطيتها انا تي كنت عارفه غيوقع. انا حطيت الاستقاله ديالي باش نخلي ديك الصوره ديال الشرقاوي مزيانه في المدينه، ونخلي ديك 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 الذكرى مزيانه. حطيت الاستقاله ديالي انا في شهر 7، حيت انا عارف هاد البلوكاج غادي يوقع. حيت ديك الساعات كنت باقي كنقول انه في شهر 7، في الاخر شهر 7 راه يكون ليتيجا 2 مليار ما عنديش الحل ديالهم. نوض حطيت الاستقاله، انتم ما عارفين كاملين بكم. ومن بعد بعض التدخلات من عند الناس اللي غايرين على المدينه داكشي، وهذا كانوا بعض الضمانات انه غنقدروا نسيروا الفريق. باش رجعت للفريق دائما كنقعد على الحلول، دقيت جميع البيبان، هضرت مع الناس كامله، عملت لوجينات. كاين اللي كيقول لهم ما كاينش مولشي، كاين اللي كيقول لهم غادي نرجعوا عندنا، كاين اللي كيقول لكم فهاد الساعه الدنيا مقصحه، كاين اللي كيقول كل واحد اللي كيجاوبوا شي مره. هادشي كامل، هادشي كامل شفناه من ديك اللوجينات، فهمتي؟ ما الناس ما بغات تتعاون. انا مستعد نعطيكم الحساب المالي كامل وتراجعوا كيف ما بغيتوا. غير حاجه وحده انا نطلب منكم، حتى كامل غايبه ان شاء الله في الجمع العام، غير ملي بانوا حنا ما سرقناش مثلا، وبان انه تما كاين العجز ديال واحد المبلغ اللي ما عرفوا شحال حنا غادي نعملوا الحساب شحال المبلغ ديال تما، وتقدروا تخلصوا ديك المبلغ هذاك اللي حنا عطيناه اللي هو غيكون شفر كبير، تقدروا تخلصوه. هنا باش كيتخلقوا الازمات مع الرؤساء، هنا كيتخلق ازمه مع الرئيس. انا نقول لك علاش الرئيس كيكون ماشي بالنيه ديالو حسنه وخدام وعاطي رزقه، في الاخر انت كتهمو بالسرقه، كيوليش كيقول لك انا ما مشيتش تندي فلوس ديالي، هاي تعملت العصا في الرويضه، هاي فرقه طاحت، انا لا ما نعملش هيدا. اي باش تفهموا شنو هو، انا ما نعملش هيدا، انا ما نعملش العصا في الرويضه نقول لا تندي ديالي عاد نمشي في حالي، لا 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 لا، انا دابا نمشي في حالي. جبتو الرئيس دابا، جبتو المكتب دابا نمشي في حالي، الى عندكم بديل وعندكم الحل، انا دابا نمشي. وما كنتابعكم وكنسمح في اتحاد طنجة في اي حاجه عطيتها، في هذا الكتاب هذا اللي عندي، في الحساب، في الحساب المالي اللي عند كونطابل، اي حاجه انا كنسمح فيها كاين شي مشكل. انت داك الكريديت اللي دابا كاين دابا انا عطيتهم شي كاس ديالهم، انا نتكلف بما انا نخلصهم من بعد مع الوقت ان شاء الله. اللعابه باش يرجعوا يتدربوا، اللعابه خصهم يتخلصوا،
وانا معاهم في هذا الشيء هذا. انا ماشي معاهم في الاضراب، انا ما معاهمش في الاضراب بالحق، انا معاهم خصهم يتخلصوا. اللاعب عندهم مسؤوليات ديالهم حتى هما، عندهم عائلات ديالهم خصهم يصرفوا عليهم، وما عارفيني انا ما قادرش نجيب لهم موارد ماليه في هذه الساعه هذه حيت تبلوكي توقفت. هذوك الناس اللي كانوا كيعطيوني العام اللي فات وكانوا كيعطوني في الاول العام حتى هما وقفوا بزاف الناس. انا ما يمكنش انا سيدي عطاني نمشي نعاود نزيد عنده نقول له عطيني اولا نزيد نعمل اولا نزيد نفعل، ما يمكنش يزيد اكثر. هذوك الناس راه مثلا ما بغوش يعاونوا، كاين ناس اخرى تتعاون. وما كاينش غير سيدي الوالي في المدينه استاذ، سيدي الوالي هذا عجل جديد خصنا نستقبلوه بالورد والتمر، ماشي هو تنشاكي اتحاد طنجه، ما كاينش غير اتحاد طنجه في المدينه، راه عنده مسائل كبيره ومشاكل كبيره كيحلها هذه المدينه اللي هي كتساهم في استقرار المدينه اكثر من اتحاد طنجه. حنا ماشي غنمشيو حنا فيما وقع شي مشكل قالوا سيدي الوالي حلنا المشكل، لا 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 لا، المدينه عندها طنجاوه ديالها، عندها النخبه. ديك طنجاوه فين هما اللي كتجيو من النفس على الغيره على المدينه؟ هادوك فين هما؟ هادوك راه كاينين، هادوك خصهم يتعاونوا معانا. هذيك فرقه ديالهم ماشي ديالي بوحدي، فرقه ديال المدينه كامله. ملي غيشوف سيدي الوالي انه المدينه تفاعلت والناس كذا كتعاون، انا ما كنظنش حتى هو ما غيعاون شي، حتى هو غيعاون طبعا. رجل طيب جدا وباقي شاب ويلا هجا، اول بادر عمله هو حرك ملف دي كامبو ديالنا جديد اللي بداو فيه الخدمه في واحد الوقت وجيز جدا. وهادو بادر الخير انه سيدي الوالي باغي يخدم معنا. ما يمكنش حنا نعلقوا الفشل ديالنا على واحد سيدي على 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 السلطه او على هذا، هذا فشل ديالنا، خصنا حنا نتحملوا المسؤوليه ديالو. حنا ولاد المدينه، سواء كنا منعشين عقاريين، سواء كنا فاعلين اقتصاديين، سواء كنا سياسه مؤسس منتخبه، سواء كنا كاملين بينا عايشين في هذه المدينه هذه، والمدينه كتمثلنا والفرقه كتمثلنا، خصنا نتعاونوا فيها كاملين. خص العمده يتعاون معنا، خص المجلس التقليبي يتعاون معنا، خص رئيس الجهه يتعاون معنا، خص المؤسسات ديال التيمسا وديال كذا يزيدونا في المنح، هادو كاملين الناس خصهم يتعاون معنا، كاملين خصهم يتعاونوا معنا، ماشي بز منهم بالحق، رحمه منهم لهاد المدينه هادي، رأفه منهم لهاد المدينه هادي. والفرقه ما يمكنش تعيش هكذا حياتها كامله، راه خصها مداخل قاره، خصنا نخطوا المداخل قاره. حنا كفريق اتحاد طنجه راه كنحضوه بواحد جمهور كبير، جمهور غفير بزاف. حنا كان بقى لنا كامبو من ديك الساعه دابا كراس كانوا غيتخلصوا من كامبو، المداخل ديال كامبو ما كانتش توقف قافله مره ما توقفش. حنا في اوليو ديال كنا غندخلوا واحد المبلغ مالي كل شهر، ولينا حنا كنخرجوا واحد المبلغ مالي كل شهر. راه فرقة كل سبت أو كل جمعة أي ماتش عندها كنخلصو ما بين 7 مليون حتى 12 مليون من الفريق، وهادشي راه كاين في الحساب، هاد راه كنخلصو أنا، ما هي خاصة هادشي هذا، ما كيخلص معنا حتى شي واحد. راه كاين واحد السيد معنا في الفريق كيتعاون معنا اللي هو راشد حسني، كيتعاون معنا صراحة الله، أما التجويع ما كيتعاون معنا حتى واحد. شكون واضح باش الرأي العام خصو يعرفو؟ حنا العام اللي فات ملي كنا كنلعبو وكنربحو راه كنا كنخلصو، ملي كنجيو نعطيو 3 مليون د بريما، 3 مليون بريما بالحساب كتجي 76 مليون وشي حاجة على 77 مليون، 77 مليون هادي بلا ديبلاسمون ديالهم، بلا صاليراس ديالهم، بلا ماكلة وشرب، بلا تا شي حاجة، وبلا ليترونش، وبلا كريديات، اللي كل مرة كيتحجز في البنكة، كانو درنا كنجرين نخلص ديك الحجز. لومبيونس اللي كنا عاملين العام اللي فات راه ما عمرها تعملت شي فارق، راه حنا خلقنا المعجزه في المدينه، راه تنكون تفتخروا بهذا الشيء هذا. راه انا رئيس العصبه سيب القشور قال لي واحد الكلام، اكثر نسبه مشاهده التلفزه المغربيه هي نسبه اتحاد طنجه، شو لا فخر عندنا حنا اتحاد طنجه؟ حنا بكينا معاكم يا صاحبي، حنا بكينا صاحبي، بكينا الدم وهبطوا لنا زعما، هبطوا لنا شي حتى في حاله ديالي، بكينا على الفريق صاحبي بقوه الحماس وبقوه الضغط وبقوه داك الشيء اللي كنا عايشين، بكينا صاحبي. في الاخر يجي واحد البارح يقول لك مسائله محاسبه، مسائله محاسبه هي متى؟ عطيني فريق عنده ثقل اييه نتفق معك، اما عطيني انا ورت واحد ثقل كامل كريدي، واحد مستنقع ورته انا كنتخبط فيه بوحدي، كنحاول ما نطلقش منه باش ما نهبطوش في المدينه. حنا كنشوفوا الحلول اللي غنقدروا ان شاء الله نتخطاو بها الازمه هذه. حنا على بالي ما يدخل المينا حنا نشوفو كيفاش نعملو نخلصو اللاعبيه المستحقات ديالهم. حنا ما جاتش، حنا كنخدمو بليل وبالنهار، انا كنت مسافر كنت كندوز واحد الكونترول ديالي، انا عاد جيت
ونفس الوقت تلاقيت مع شي ناس تما باش نضل معهم المسائل ديال الفريق على الله الا بغاو يشبروا الفريق معنا ناس في المستوى. حنا كنكافحوا حنا ان شاء الله دابا يا ربي نطلبوا الله خير ونحاولوا نعملوا يد في يد كاملين بينا كطنجاوة. ولا كنت انا كنهضر من فيعل ولا شي حاجه سمحوا لي، راه انا اصلا الغيره اللي عندي هو الطبيعه ديالي انا النفس ديالي حره شويش. كنجدد الدعوه ديالي لجميع الفاعلين الاقتصاديين وجميع المواطنين خصوصا طنجاوة باش يتأجروا معنا في هذه المحنه الماليه اللي حنا فيها، سواء كان درويش كان متوسط كان لاباس عليه، كل واحد يعاون بالطبقه ديالو. كيف حنا ماشي مشكل، حنا غير حنا طنجاوة بعضنا اي حاجه، حنا معروفين بالكرم، حنا اي حاجه غتعطيوها راه غنحطوها في مطعم. وكنطلب من جميع الجهات المعنيه والمسؤوله حتى هما ما يتخلاوش علينا في هذه المحنه هذه. هذا فريق المدينه وهذه طنجة كيف ما كنقولنا طنجة وما أدراك ما طنجة. وشكرا.